وفاعل هذه المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا عليه الإثم والفدية. فإذا تعمد فعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعله لحاجة، أن يفعله لحاجة، فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية، كما حصل مع كعب بن عجرة. الثالث أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.